Differential inverted U-tube manometer is used to measure the pressure difference in pipe as shown below. If the air on the top of the U-tube section is considered to be weightless, يعني ده ملوش وزن, will demonstrate that the pressure difference between P1 and P2 can be expressed, ومديني معادلة. طب احنا نقول هنا يتساوي البريشر, هنا نقول هنا مثلا بي ليفت وهنا بي رايت, الاثنين في الاير, فقول البي ليفت يساوي البي رايت, نفس الفلويد ونفس الارتفاع. هنا بي 1 احنا طالعين لفوق فننقص, لو نزلين تحت نزود, طالعين فوق ننقص, نقص الارتفاع ده اللي هو رو, بس رو في جي في زد واحد زائد اتش. الناحية التانية بي تو طالعين لفوق نقص رو في جي في زد اتنين. طب والشوية دول لأ نجليجابل, ان يبقى رو اير في جي في اتش نجليجابل مش لازمة, فنقول بي واحد ناقص بي اتنين ده اللي هو عايزه بيساوي, واجيب ده من هنا, نروح بقى هناك يبقى رو جي زد واحد زائد رو جي اتش ناقص رو جي زد اتنين. رو جي مشترك, بقت بي واحد ناقص بي اتنين, يتبقى لنا ايه؟ زد واحد ناقص زد اتنين زائد اتش, ادي اتش اهي, يبقى فاضل زد واحد ناقص زد اتنين, واحنا شايفين ان زد واحد وزد اتنين الفرق بينهم ايه؟ فزد واحد ناقص زد اتنين هتصير ماينس ايه؟ لان زد اتنين اكبر, هنقول زد واحد ناقص زد اتنين ناقص زد واحد كانها ايه بس بالماينس. يبقى دي الفورمولا اللي هو عايزها.